السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على مدار 15 عاماً ودعوته تصدع في الآفاق وتنتشر أكثر وأكثر رغم ما تلاقيه من سخرية وهجوم وإعراض، فلم يمنع ذلك من وصولها إلى عدد كبير من دول العالم. إنها دعوة الحق، دعوة النور الساطع الذي بدد الظلمات وأخرج الناس من عبادة العبيد إلى عبادة الله الواحد الأحد. دعوة طالما انتظرها العالمين للخلاص من الظلم والضلال ولوضع النقاط على الحروف والعودة إلى الصراط المستقيم. المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني، الذي شد ببياناته المذهلة والملجمة للعقول قبل الأفواه، شد ولفت انتباه الكثيرين من المتدبرين أولي الألباب الذين طالما بحثوا عن الحق من حولهم فوجدوا بغيتهم والإجابة على تساؤلاتهم وحيرتهم في كثير من أمور الدين وتفسير القرآن العظيم من خلال دعوته. تتوالى البيعة على موقعه المبارك كل يوم، وينضم العديد من الأنصار والأنصاريات الجدد إلى دعوته، وكل له قناعاته الخاصة ورأيه وكيف اقتنع بما جاء به المهدي المنتظر. وفي هذا الفيديو سيكون معنا مجموعة من أنصار وأنصاريات الإمام ناصر محمد اليماني، نناقش معهم تساؤلات حول الدعوة وردودهم وتعليقاتهم الخاصة حول بعض النقاط التي أربكت وشككت الكثير من الباحثين حول دعوة الإمام المهدي المنتظر، برغم وضوحها وتوافقها مع ما جاء في محكم الذكر القرآن العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم النهاردة عن قضية اسم الإمام ناصر محمد اليماني. إمام المهدي غير موجود في الأثر سواء عند السنة أو الشيعة. اسم المهدي طبعا الكل ينتظر الإمام المهدي باسم محمد، لكن في الحقيقة الفرقتين أساءوا فهم معنى التواطؤ. زابا وكل حزب بما لديهم فرحون أن يأتوا بحديث ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الإمام المهدي. معنى الحديث يواطئ اسمه اسمي. سيكون سؤالنا الأول هو الأبرز بين أسئلة أغلب الباحثين حول دعوة الإمام المهدي المنتظر، ألا وهو اسم الإمام، ولماذا هو ليس الاسم الموجود لديهم في الأثر سواء سنة أو شيعة؟ فكيف نرد على هذه المسألة ونلجم بها علماء المسلمين قبل عامتهم؟ تعالوا بنا نستمع إلى هذه المجموعة من الردود لمجموعة من أنصار وأنصاريات الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على آخر خلفاء الله في الأرض الإمام المهدي المنتظر الحق ناصر محمد اليماني، الإمام المصطفى من الله الذي لا يشرك في حكمه أحدا وهو القائد وقوله الحق. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. سوف أجيب على سؤال كثيرا ما يسأله الباحثون في دعوة الإمام المهدي ناصر محمد، حيث يقولون: لماذا خالف اسم الإمام المهدي ناصر محمد ما جاء في الأثر عند الشيعة وأهل السنة والجماعة، حيث أن الشيعة اتفقوا على أن اسم المهدي هو محمد بن حسن العسكري، كما اتفق أهل السنة والجماعة على أن اسم المهدي هو محمد بن عبد الله. وسوف أجيب على هذا السؤال ببرهان ملجم من كتاب الله من محكم الكتاب وسنة الصحيحة ومما تعلمته من الإنسان الذي علمه الله البيان الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم النهاردة عن قضية اسم الإمام ناصر محمد اليماني وبعض المشككين في أمر الدعوة بيقولوا إن اسم الإمام ليس مطابق لما هم عليه، يعني سواء من أهل السنة والجماعة فهم يعتقدون أن اسم الإمام سيكون محمد بن عبد الله، وبالنسبة لأهل الشيعة هم يعتقدون أن اسم المهدي محمد الحسن العسكري، وكل منهم منتظر مهدي يظهر من وسطهم أو مما هم عليه. النقطة المحتاجين نطرحها في البداية هو أن هيبعث المهدي، وفي أحاديث كتير جدا بتتكلم عن وقت بعث المهدي، هيبعث في وقت هيكون فيه اختلاف بين العلماء وبين الأمة يعني، وهو المفروض ان هو مهمته ان هو هيوحد الصفوف بإذن الله وهيحكم الأرض وهكذا. فلو العلماء
كل حد فيهم او كل فئة منهم منتظرة المهدي يخرج من وسطها، فده معناه ان هم الفرقة الناجية فعلا وان هم مش على ضلال، فكيف هيبعث المهدي وسطهم؟ يعني دي نقطة للتضبط. السلام عليكم، يا رب تكونوا كويسين وبخير. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، هنستخدم فيه العقل اللي هو المستشار الأمين اللي ما بيخونش صاحبه أبدا، واللي دايما بيفتينا بالحق لأنه بيقدر يفرق بين الحق والباطل. وهنلاقي أن دايما أهل الفكر اللي بيستخدموا عقولهم هم أول ناس اللي بتؤمن بالحق، وهنلاقي كمان أن عدم استخدام العقل هو سبب وجود أهل النار في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسم الإمام المهدي، هذه النقطة بالذات قد اختلف فيها المسلمون اختلافا كبيرا، ضاربين عرض الحائط أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نهانا فيها عن تسمية الإمام المهدي، حيث قال في الحديث من سماه فقد كفر. فالسنة قد اختاروا له اسم محمد بن عبد الله، والشيعة يقولون أنه محمد الحسن العسكري، وتضاربت أقوالهم وكلاهما في ضلال بعيد. ونحن نتحدى جميع الفرق والطوائف سواء سنة أو شيعة أو غيرهم من الذين فرقوا دينهم شيعا وأحزابا، وكل حزب بما لديهم فرحون، أن يأتوا بحديث ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الإمام المهدي بشكل صريح وواضح، وهيهات هيهات أن يجدوا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن اسم المهدي ليس محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أنبياء الله أجمعين. أما بعد، فإجابتي على تساؤلات البعض لماذا اسم الإمام المهدي غير موجود في الأثر سواء عند السنة أو الشيعة، وذلك لعدة أسباب. سأذكر البعض مما تعلمتها من بيانات الحق في القرآن الكريم. فرسولنا محمد صلوات ربي عليه لم يسمى الإمام المهدي بغير اسم الصفة، أي المهدي المنتظر لا غير، ومن سماه بغير ذلك فقد كفر، بمعنى أنه من سوف يسمون المهدي من قبل ظهوره فسيكون أول كافر به، وذلك بسبب أنهم قد اعتقدوا بل وثبتوا عقيدتهم بأن الإمام المهدي سيكون اسمه كذا. لذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من سماه فقد كفر. وقال سيد المرسلين فيما يخص اسم الإمام المهدي، لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطور الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجل من أفضل بيتي يواطئ اسمه اسمي باسم أبيه، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يا أخوان، بخصوص اسم المهدي، طبعا الكل ينتظر الإمام المهدي باسم محمد، سواء كان محمد بن عبد الله أو محمد بن الحسن العسكري، يعني سنة أو شيعة، ولكن في الأول وفي الآخر كلهم مستنينه باسم محمد. طيب أنتوا عارفين ليه يعني الانتظار باسم محمد؟ بسبب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا تنقض الدنيا ولا تنتهي حتى يبعث الله رجلا من أهل بيتي واطئ اسمه باسمي. ففسروا معنى التواطؤ أنه هو التطابق، فاتفقوا أن الاسم محمد ولكن اختلفوا في اسم الأب. كلنا يعلم بأن هناك حديث عدة صحيحة عن أبي داود وأحمد والترمذي بشأن اسم الإمام المهدي في السنة، ولكن هناك أحاديث لعبد الله بن مسعود نصها كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقضي الأيام ولا يذهب الظهر حتى يملك رجل من أهل بيتي اسمه يواطئ اسمي. وهناك حديث آخر بنفس السند ونفس اللفظ قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا ولا تنقضي أي لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. ولكن هناك حديث رواه أبو داود وصححه الألباني وجادل ابن تيمية وأقنع الناس أن الزيادة التي كان أدرجت في هذا الحديث هي زيادة متفق عليها. نص الحديث كما جاء عن أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي واطئ اسمه اسمي أو اسم أبيه أب اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الظلما وجورا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الزيادة التي جاءت في هذا الحديث والتي أثبت ابن تيمية أنها متفق عليها، غير أن أهل الأحاديث قد ضعفوا هذا، حيث هناك أسانيد مختلفة لهذه الأحاديث. والسؤال الذي يطرح نفسه، ما علاقة أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان كافرا باسم المهدي المنتظر؟ لقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من تسمية الإمام المهدي المنتظر بغير اسم المهدي المنتظر، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سماه فقد كفر، أي أنه سوف يكون أول كافر بأمره حين الظهور، نظرا لأنه قد جاء مهدي بغير الاسم العقائدي الذي ورثوه عن آبائهم الأولين. ولكنه مهما اختلقوا من أسماء للمهدي لا ينبغي له إلا ينبغي لهم أن يصادفوا اسمه الحق والذي جاء بقدر من الله وهو ناصر، كما أن اسم أبيه محمد جاء أيضا بقدر من الله، وذلك حتى يواطئ اسم محمد رسول الله اسم المهدي الحق في اسم أبيه. أما بالنسبة لقضية الاسم للإمام المهدي المنتظر فقد تكرر هذا السؤال كثيرا، إذ يسأل الجميع ما هو سيكون اسم المهدي المنتظر، والجواب تجدونه في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الشريف: يواطئ اسمه اسمي، صدق عليه الصلاة والسلام. طيب يلا بينا نبدأ موضوعنا. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن رفض كتير من الناس إنها تسمع دعوة الإمام المهدي ناصر محمد اليماني، بحجة إن اسمه مخالف للحديث اللي بيقول اسم المهدي بيواطئ اسم الرسول. فأول ما تقول له الإمام المهدي ظهر واسمه ناصر محمد يقول لك كذاب، من غير ما يسمع هو بيقول إيه ولا بيدعو لإيه. فالسنة منتظر الإمام المهدي يكون اسمه محمد بن عبد الله، والشيعة منتظر الإمام المهدي يكون اسمه محمد بن الحسن العسكري. لكن في الحقيقة الفرقتين أساءوا فهم معنى التواطؤ في الحديث الشريف، وخلوني أقرأ لكم اقتباس من بيان للإمام المهدي ناصر محمد اليماني بتاريخ 18 إبريل 2007. الاقتباس بيقول: أخي الكريم، أنا لست المهدي الذي ينتظره الشيعة على أن يخرج من سرداب سامراء الذي يسمونه محمد الحسن العسكري، ولست المهدي الذي ينتظره معشر أهل السنة والذي يسمونه محمد بن عبد الله، فما أنزل الله بهذه الأسماء من سلطان، فإن بعض أئمة هاتين الطائفتين من السنة والشيعة قد خالفوا ما نهاهم محمد رسول الله، وأنذرهم بأن لا يسموا المهدي المنتظر بغير اسم المهدي المنتظر، وذلك حتى ظهوره، ثم يعرفهم باسمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سماه فقد كفر. ومعنى الحديث بأن محمدا رسول الله لم يخبر باسمه أحدا كما أمره الله بذلك، وأمر المسلمين محذرا لهم أن يسموه بغير اسم الصفة المهدي المنتظر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا أمته: من سماه فقد كفر، أي أنه سوف يكون أول كافر بأمره حين الظهور، نظرا لأنه قد جاء مهدي بغير الاسم العقائدي الذي ورثوه عن آبائهم الأولين، ومهما اختلقوا له من الأسماء لا ينبغي لهم أن يصادفوا اسمه الحق والذي سماه به أبوه ناصر بقدر من الله، وكذلك اسم أبيه محمد بقدر من الله، وذلك حتى يواطئ اسم محمد رسول الله اسم المهدي الحقيقي في اسم أبيه، وذلك حتى يوافق الاسم الخبر فيكون عنوانا لأمر المهدي وشأنه في العالمين. لذلك لم يقل رسول الله اسمه اسمي، فهذا حديث مفترى، بل الحق الحديث الآخر، يواطئ اسمه اسمي. انتهى الاقتباس. ثانيا، بخصوص الاسم بالنسبة لأهل السنة والجماعة، محمد بن عبد الله هم يستندون على الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يواطئ اسمه اسمي. فلفظ المواطأة ظن علماءنا، والأمر يعني بدأ ياخد شكل التواتر أكتر من إن هو حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. مبدئياً هو حديث صحيح، في نسبة إدراج في الجزئية بتاعت واسم أبيه اسم أبي، ده إدراج أو زائد عن الحديث، ولكن لفظ يواطئ اسمه اسمي هو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وعلماءنا اعتقدوا أن المواطأة هي مطابقة الشيء لنفسه، ومن هنا بدأوا يعتقدون أو بدأوا يتصورون أن المهدي المنتظر لابد أن يكون اسمه محمد ابن عبد الله. يوجد حديث عن الإمام أحمد يقول فيه: حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي قال: لا تقوم الساعة حتى يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. صدق رسول الله. لكن هذا الحديث تعرض للإدراج فأضافوا له واسم أبيه اسم أبي. وليس هذا فحسب، بل الأدهى والأمر أن هناك مهزلة حقيقية وجريمة كبرى في حق اللغة العربية ارتكبها علماء آخر الزمان وأئمة المسلمين في تفسيرهم لمعنى التواطؤ، ولا نعلم إن كان هذا عن قصد منهم أو عن غير قصد، حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: يواطئ اسمه اسمي، وهم يقولون أن اسمه محمد، فأي تناقض هذا؟ رغم أن الحديث أكبر دليل على أن اسم المهدي ليس محمد، ومن لديه شك فليبحث في قاموس اللغة عن معنى تواطؤ. طيب، يعني لا إله إلا الله، الغريب أنه في كافة المعاجم اللغة العربية، ولو سألنا كافة دكاترة اللغة العربية والأساتذة اللغة العربية عن معنى التواطؤ، يعني لن يقولوا أنه تطابق، سيقولوا التوافق، يعني معروفة. طيب بمعنى إيش التوافق؟ إنه مهما اختلقوا من أسماء للمهدي لا ينبغي لهم أن يصادفوا اسمه الحق والذي جاء بقدر من الله وهو ناصر، كما أن اسم أبيه محمد جاء أيضا بقدر من الله، وذلك حتى يواطئ اسم محمد رسول الله اسم المهدي الحق في اسم أبيه، وذلك حتى يحمل الاسم الخبر فيكون عنوانا لأمر المهدي وشأنه في العالمين. لذلك لم يقل رسول الله اسمه اسمي، بل قال يواطئ اسمه اسمي. وإذا أردنا معرفة ما هو معنى المواطأة لكي نعلم معنى الحديث يواطئ اسمه اسمي، فإذا فتحنا معجم اللغة العربية سنجد أن معنى التواطؤ هو التوافق وليس التطابق، لأنه وللأسف الشديد ومن بعض الاتفاق من أغلب علماء السنة والشيعة على أن اسم الإمام المهدي هو سيكون محمد بناء على حديث يواطئ اسمه اسمي، لكننا نجد أنهم قد أخطأوا في تفسير كلمة التواطؤ، لأن كلمة التواطؤ تعني التوافق وليس التطابق، وإنما الشيء لا يواطئ نفسه. فلما قال محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يواطئ اسمه اسمي، فهو يقصد أن اسم الإمام المهدي يوافق اسمه وليس يطابق اسمه، فالشيء لا يواطئ نفسه. فلما قال محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يواطئ اسمه اسمي، فهو يقصد أن اسم الإمام المهدي يوافق اسمه وليس يطابق اسمه، فالشيء لا يواطئ نفسه. ولذلك فقد ابتعث الله الإمام المهدي ليكون ناصرا لمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيدعو الناس إلى ما دعاهم إليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيدعو الناس إلى الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله الحق الذي لا تخالف محكم كتاب الله في شيء. سلام. والتواطؤ يعرفه الجميع لغة أنه التوافق وليس التطابق، والحكمة من التواطؤ لكي يحمل الاسم الخبر وراية الأمر. ومن ثم أريد أن أعرف، هل اجتمع المسلمين جميعهم على اسم مهدي واحد؟ فطبعا لا، فأما الشيعة فقد سموا مهديهم بمحمد الحسن العسكري اليماني، فأين اليمن من السرداب؟ وكذلك يقولون السنة باسم مهديهم محمد بن عبد الله، وجميعهم مخطئون، لأن الاسم ليست حجة في من يكون المهدي، بل الحجة في سلطان العلم. فجميعا في معجم اللغة العربية لفظ التواطؤ، لو أي حد دخل على جوجل ودخل على المعجم وشاف لفظ التواطؤ في اللغة العربية هيلاقي أن المواطأة هي الموافقة وليست المطابقة، فالشيء يطابق نفسه ولا يواطئ نفسه. وهنلاقي حتى في المعجم بعد المعنى بتاع لفظ التواطؤ هنلاقي فيه أمثلة مضروبة أكتر من مثل تقدروا تطلعوا عليهم، المثل من ضمنهم تواطأ محمد مع أحمد على قتل
فلان مثلا، فما ينفعش نقول تواطأ محمد، ومحمد اللي هو نفسه على قتل فلان، لا هو بيتواطأ شخص مع شيء آخر، يعني بالتواطؤ بيكون شيء مع شيء، هو في توافق بينهم في نقطة ولكن هما مش مطابقين لبعض. ده بخصوص لفظ التواطؤ. يعني معظم العلماء بتوع عصرنا للأسف لما بتيجي تطرح معاهم أمور دينية أو تتكلم معاهم في الدين يقولك أنت ما درستش لغة عربية، أنت ما درستش علم فقه، أنت وهكذا. ولكن الفكرة إن هما يعني محدش فكر يدخل يشوف معنى التواطؤ إيه، أو يتدبر أو يغوص شوية في المسألة دي فيوصل للحق. اتبعوا الموضوع اتباع أعمى عن آبائنا وعن السابقون الأولون، وبدأنا نتبع وهو ده اللي طلعنا لقينا عليه آباؤنا الأولون. يعني طبعا الكلام ده عكس اللي ربنا أمرنا بيه في القرآن. طيب خلينا نفهم المقصود من التواطؤ في الحديث. لو حد فتح القرآن والمعجم وبحث فيهم عن معنى التواطؤ هيلاقي إن التواطؤ معناه التوافق مش التطابق. وهديكم مثال عشان نفرق بين التوافق والتطابق. لو قلت تواطئت أمريكا وروسيا على حرب الإسلام، هل ده معناه إنهم اتفقوا على حرب الإسلام ولا تطابقوا على حرب الإسلام؟ أكيد معناه إنهم اتفقوا على حرب الإسلام. ومن خلال المثال بنفهم إن التواطؤ معناه التوافق مش التطابق. وممكن تتأكدوا من الكلام ده من علماء اللغة العربية. أما التطابق معناه التماثل، فمثلا الاسم محمد يطابق الاسم محمد، والاسم عمر يطابق الاسم عمر. المهم لو الحديث كان قال يطابق اسمه اسمي كان فعلا لازم اسم المهدي يكون زي اسم الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث ما قالش كده. الحديث قال ان اسم المهدي هيكون موافق لاسم الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. اما بالنسبة للحديث اللي بيذكر ان اسم المهدي هيكون مواطئ لاسم الرسول وكمان مواطئ لاسم ابيه، خليني اقرأ لكم الاقتباس ده من بيان للامام ناصر محمد اليماني بتاريخ 8 مارس لسنة 2008. الاقتباس بيقول: وليس للدين علاقة بوالد محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عبد المطلب، ولم يأتي المهدي المنتظر ناصرا لما كان عليه عبد الله، بل ناصرا لمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحكمة من بعث المهدي المنتظر هي لنصرة ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كتاب الله وسنة رسوله، ولا علاقة لأمره بوالد الرسول وما كان عليه من دين الوثنية. فلماذا تريدون اسم المهدي المنتظر لابد له أن يواطئ كذلك لاسم عبد الله؟ فأين الحكمة؟ بل أضاعوا الحكمة من الحديث بإضافة اسم والد الرسول إلى الحق، ولم يأتي المهدي المنتظر لنصرة الدين الوثنية التي كان عليها عبد الله بن عبد المطلب، بل جئتكم لنصرة ما كان عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يجعلنا الله نبيا ولا رسولا، بل جعل الله في اسمي خبري ورايتي وعنوان أمري ناصر محمد، تصديقا لحديث محمد رسول الله الحق يواطئ اسمه اسمي، ولم يقل اسمه اسمي. إذن لذهبت الحكمة من التواطؤ، ولا ينبغي أن يكون اسم المهدي محمد. إذن لذهبت الحكمة من التواطؤ، بل يواطئ الاسم محمد في اسم المهدي ناصر محمد، وبذلك تنقض الحكمة من الحديث الحق، فجعل الله موضوع التوافق والذي هو نفسه التواطؤ لاسم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اسم أبي ناصر محمد، وذلك لأن المهدي المنتظر لن يأتي بدين جديد بل ناصرا لما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى الاقتباس. وسيجد أن التواطؤ لغة معناه التوافق وليس التطابق كما أراد الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. وأبسط مثال على ذلك عندما نقول تواطأ عمر مع خالد لضرب مصطفى، فلا يصح هنا أن نقول تطابق عمر مع خالد لضرب مصطفى، بل نقول توافق أو اتفق عمر مع خالد لضرب مصطفى. ولو كان رسول الله يقصد أن اسمه محمد لقالها بصريح العبارة اسمه محمد بن عبد الله.
وحتى لا نذهب بعيدا حول موضوع التواضؤ، نجده مذكورا في القرآن الكريم في قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين، صدق الله العظيم. والمعنى لهذه الآية كما بينه لنا الإمام المهدي ناصر محمد اليماني هو أنهم يريدون بالنسيء أن يتوافق الشهر الأخير في السنة الميلادية مع شهر محرم للسنة الهجرية. فبما أن شهر محرم يعتبر بالنسبة للمسلمين آخر الأشهر الهجرية وهو من الأشهر الحرم، فهم يريدون أن يجعلوه متوافقا مع رأس السنة الميلادية كي يحتفلوا فيها بظلالاتهم وأعيادهم التي لا تخلو من المحرمات، وبهذا يضمنوا إبعاد المسلمين عن دينهم وتضليل الذين يتبعون الشهوات منهم جيلا بعد جيل. إذن التواطؤ يقصد به التوافق وليس التطابق. وما يزيدنا تأكيدا على أن اسم المهدي ليس محمد هو أن الإمام المهدي ليس نبيا ولا رسولا، ولم يأتي بدين جديد أو كتاب جديد، بل هو الناصر لدين الله الحق ولمحمد رسول الله. فإننا نجد أن اسمه يختصر لنا مهمته كونه يأتي ناصرا لجده محمد عليه صلوات ربي وسلامه. والكثير للأسف الشديد قد فتنوا أنفسهم بالتركيز على الاسم، رغم أن الحجة ليست في الاسم ولا في الصورة أو رنين الصوت، بل في سلطان العلم. تواطأت الدول الغربية على بلدان المسلمين، هل معناها أنهم تطابقوا عليها ولا توافقوا فيما بينهم ضد بلدان المسلمين؟ كذلك لو قلنا تواطأ أحمد ومحمد على علي، هل معناها أنهم تطابقوا أم أنهم توافقوا بالمكر ضد علي؟ كذلك لو قلنا على سبيل المثال، يعني ليس شرط أنه يكون في الشر، يعني مثلا تواطأ أحمد وعثمان على الذهاب إلى يثرب، تمام؟ هنا معنى التواطؤ. طيب، لكن ممكن واحد يختلف معايا بخصوص يعني اللغة العربية ولا ويمين ويسار. طيب، نرجع إلى كتاب الله القرآن العظيم الذي أنزله الله بلسان عربي مبين، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، اللغة العربية محفوظة بحفظ الكتاب، بحفظ القرآن العظيم، هو الأصل وليس العكس، تمام؟ طيب، هل في آية توضح معنى التواطؤ من كتاب الله القرآن العربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. إن الله يتكلم على أعياد الكفر، نسيء الكفر في الأشهر، لتتوافق أعياد الكفر مع الأشهر الحرم في دين الله عند المسلمين. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، تمام، ليوافقوا الأشهر الحرم التي حرم الله. فهنا يكمن معنى التواطؤ وهو التوافق. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم، نرجع للحديث اللي كان السبب في تسمية الإمام المهدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإمام المهدي أنه يواطئ اسمه عليه الصلاة والسلام، يعني اسم المهدي يواطئ اسم محمد رسول الله، بمعنى يوافقه. فجاء اسم المهدي الحق ناصر محمد، وافق الاسم اسم الرسول، واسمه صفته ناصر محمد، أي أنه ناصرا لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، لأن الله يبعث الإمام المهدي ليعيد الناس إلى منهاج النبوة الأولى. فإحنا لا ننتظر الإمام المهدي لا نبيا ولا رسولا، بل ننتظره ناصر لمحمد، ولن يحاجنا إلا بهذا الكتاب القرآن العظيم بآيات محكمات هن أم الكتاب، وبأحاديث رسول الله التي لا تتخالف مع محكم الكتاب. طيب، هل انتهت الحجة هنا؟ يعني أيقنا أنه اسم الإمام المهدي ناصر محمد؟ أي واحد يطلع يقول أنا الإمام المهدي ناصر محمد اليماني إذن هو الحق؟ لا،
انه في مليون واحد اسمه ناصر محمد اليماني. ف ما معنى المواطأة؟ هل هي التطابق ام التوافق؟ قال الله تعالى: انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. اذا التواطؤ لا تعني البت التطابق، ولكنها تعني التوافق. فلذلك لم يقل الرسول أن اسمه طابق اسمي، بل قال واطأ أي اتفق معه. فاستحال أن يكون اسم الإمام المهدي متطابق مع اسم الرسول محمد، لذا فكل من الشيعة والسنة أخطأ في الاسم. فاستحال أن يكون اسم المهدي محمد بن حسن العسكري أو اسمه محمد بن عبد الله. ولكن بما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، تصديقا لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. بما أن محمد خاتم الأنبياء والمرسلين ورسالته شاملة للثقلين وهي القرآن العظيم، لذلك لم يبعث الله الإمام المهدي رسولا جديدا برسالة جديدة، بل سيبعثه ناصرا لما جاء به محمد رسول الله. لذا واطأ اسم الرسول الاسم المهدي الرسول، وجاءت الحكمة من حديث المواطأة، فكان اسم الإمام المهدي ناصر محمد ليحمل الاسم الخبر وراية الحكمة. في المسائل اللي زي كده في كمان آيات قرآنية، يعني هي ليها حكمة إلهية مذكورة في القرآن عشان ربنا يعلمنا منها إن الحجة ليست في الاسم، وهي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كان يبشر برسولا يأتي من بعده اسمه أحمد كما علمنا من آيات القرآن. يعني فلو بنفس المنطلق بتاعنا النهاردة أو بنفس النمط اللي احنا ماشيين عليه، لو كان محمد بعث في وسطينا كنا هنقول لا احنا مستنيين أحمد، مش عايزينك، انت محمد اسمك مخالف، انت لست على شيء وانت مش الرسول الحق اللي احنا منتظرين. اعتقد في فئة من قوم محمد أو من القوم في عصره يعني قالوا نفس الكلام دوت، ومع ذلك هو يعني اللي سمع الدعوة واللي سمع القرآن اهتدى. الاسم مش هو الحجة والدليل على ان ناصر محمد اليماني هو المهدي او لا، لان بالاعتقاد ده النصارى هيكون ليهم الحجة على المسلمين انهم يكذبوا بنبوة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان رسول الله عيسى بشر النصارى برسول هيجي من بعده اسمه احمد، لكن الرسول جه اسمه محمد. لكن دي ما كانتش حجة على محمد رسول الله للنصارى، لأنهم شافوا أنه بينطق بالحق اللي جه في الإنجيل والتوراة بغض النظر عن الاسم، لأن المهم هو العلم زي ما ربنا قال. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتى ساعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. والآية دي بتتكلم عن برهان الخلافة والإمامة، أو بمعنى آخر بنفهم منها ربنا بيمد خليفته في الأرض بإيه يكون دليل إنه فعلا مختار من عند الله. فلو تدبرنا الآية هنعرف إن نبي الله هارون بيقول لبني إسرائيل إن ربنا بعت لكم طالوت يكون ملك عليكم، لكنهم اعترضوا وقالوا: ازاي هو ملك علينا وهو مش من بني اسرائيل اصلا، والاولى ان ملكنا يكون مننا. فشوفوا رد نبي الله هارون عليهم، قال لهم: بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم. وبما ان ربنا هو اللي بيختار خلفائه، فاختار طالوت يكون امام لبني اسرائيل وأيده ببرهان الخلافة اللي هو زيادة البسطة في العلم، فيكون أعلم الناس بكتاب ربنا اللي موجود في العصر، عشان يقدر يحكم بين الناس في اللي هم مختلفين فيه، فيوحد صفوفهم ويقويهم ويتصدى للتفرق اللي بيحصل بسبب اختلاف الناس فيما بينهم، وبيؤدي لضعف الأمة كلها. فقد جعل الله في اسمه خبره وعنوان أمره، فقد ابتعثه الله ناصر محمد، فلم يبتعثه الله بدين جديد ولا وحي جديد ولا حرف واحد جديد، بل ابتعثه الله ليدعو الناس إلى ما دعاهم إليه
محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليكون ناصر محمد. السؤال الذي يطرح نفسه إلى كل مسلم، فهل نحن ننتظر نبيا جديدا أم رسولا جديدا، أم ننتظر إمام عدل ذو قول فصل وما هو بالهزل ويدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الزمن الذي عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ غريبا، فيكون ناصر لمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والجواب، فهل تنتظرون أي شخص يكون ليس بناصر محمد؟ وإذا كنا مسلمين حقا سنفقه الخبر وحقيقة الأمر من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي كان يشير فيه لأمته ويقول أن الإمام المهدي سيأتي ناصر لي وسيأتي داع إلى ما دعوت إليه. وعلى كل حال، فقد انقضت الحكمة من حديث محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإشارة لاسم الإمام المهدي، فقد جعله الله مواطئا باسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وابتعث الله ناصر محمد ليكون ناصر لدين الله ويدعو لدين الله، ويكون أنصارهم أنصار محمد رسول الله كما كان صحابة محمد رسول الله. فلنكن جميعا من أنصار ناصر محمد اليماني. وقال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، صدق الله العظيم. تأكيدا على أن اسم المهدي ليس محمد، هو أن الإمام المهدي ليس نبيا ولا رسولا، ولم يأتي بدين جديد أو كتاب جديد، بل هو الناصر لدين الله الحق ولمحمد رسول الله. فإننا نجد أن اسمه يختصر لنا مهمته، كونه يأتي ناصرا لجده محمد عليه صلوات ربي وسلامه. والكثير للأسف الشديد قد فتنوا أنفسهم بالتركيز على الاسم، رغم أن الحجة ليست في الاسم ولا في الصورة أو رنين الصوت، بل في سلطان العلم. ولنا في اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مثال ودليل، حيث أنه مذكور في الإنجيل باسم أحمد، ورغم ذلك لم تكن هذه حجة للذين صدقوا به من النصارى في عدم التصديق بخاتم الأنبياء والمرسلين. ولم نرى أنهم اعترضوا على الاسم، كونهم أدركوا أن البرهان الحقيقي هو في العلم وليس الاسم، تصديقا لقول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، صدق الله العظيم. فقد صدقوا أنه نفسه النبي الأمي المكتوب عندهم، لأنه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، قد حاجهم وألجمهم بالعلم إلجاما وليس بالاسم، مع أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، فعلم أولو الألباب منهم أنه هو الحق. إذن كيف يستطيع أن يأتي بهذا القرآن برغم أنه أمي ولا يتلو قبله من كتاب؟ وقال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، صدق الله العظيم. فلا تفتنوا أنفسكم بالاسم. إنه في مليون واحد اسمه ناصر محمد اليماني. فطيب أين الحجة؟ الحجة هي في بسطة العلم. ولو كانت الحجة بالاسم لكان للنصارى حجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء على لسان عيسى بن مريم: رسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاء محمد رسول الله جاء باسم محمد، فكيف يعلم الناس أن محمد هو أحمد إلا الذين استمعوا القول من قبل أن يحكموا، فعلموا أن هذا الكتاب ينطق بالحق في أكثر الذي هم فيه مختلفون، وأنه حق من رب العالمين، فعلموا أن محمد هو أحمد عليه الصلاة والسلام. وما جعلني أصدق بالإمام المهدي ناصر محمد اليماني، بل وأيقن أنه الإمام المهدي الحق من رب العالمين إلا سلطان علمه الذي أتاه الله يبين لنا القرآن من القرآن من آية محكمة تهن أم الكتاب كما في نفس الله. ولا ننسى أن سلطان العلم هو الحكم، منذ أن خلق الله الأرض فقد جعل الله أبونا آدم المخلوق من تراب خليفة على من خلقهم الله من النور والنار بسبب سلطان علمه، وذلك جعل الله الرجل، وكذلك جعل الله الرجل الصالح في قصة موسى هو المعلم والقائد على كليم الله موسى بسبب سلطان علم الرجل الصالح. ولنا في قصة طالوت كذلك آية، وقد جعله الله
هو الملك الذي زاده الله بسطة في العلم على نبي الله هارون وجميع بني إسرائيل، فجعله الله والملك عليهم تصديقا لقوله تعالى وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتى سعة من المال. قال إن الله أصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. إذن سلطان العلم هو الحجة وليست الحجة في الاسم، مع أن اسم الإمام المهدي واضح كوضوح الشمس في كبد النهار الناصر لدين محمد صلوات ربي عليهم أجمعين. لا تفتنوا أنفسكم بالاسم، وهلموا جميعا لموقع الإمام المهدي متدية البشرى الإسلامية والنبأ العظيم، حيث تجدون موسوعة من البيانات فيها من العلم ما يدهش عقولكم. ولا تحرموا أنفسكم من هذا الفضل العظيم، أسأل الله أن يجعلكم من أولي الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فعشان نتأكد إن كان ناصر محمد اليماني هو الإمام المهدي أو لأ، لازم أولا ننيب لربنا بتجرد إنه يهدينا للحق، وأقصد بتجرد يعني بدون حكم مسبق إنه كذاب أو صادق لأني ما عنديش دليل. ثم نبدأ نشوف هل فعلا ربنا أيده ببرهان الخلافة والإمامة؟ هل فعلا هو أعلم أهل الأرض بكتاب الله؟ وده هيتم عن طريق تدبر بياناته اللي بيكتبها في الموقع الإلكتروني بتاعه. وفي النهاية أحب أفكركم بقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأحب أفكركم بقول الله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. صدق الله العظيم. فأتمنى من كل الناس إنهم يسيبوا حجة الجدال في الاسم ويبدأوا في حجة الجدال في قوة وسلطان علم الإمام ناصر محمد اليماني. وبكده أكون خلصت كلامي معاكم عن اسم المهدي المنتظر من اللي اتعلمته من بيانات الإمام ناصر محمد اليماني، وهسيب لكم لينكات للبيانات اللي بتتكلم عن موضوعنا تحت الفيديو. والسلام عليكم. هو إن لا حكم إلا بعد الاطلاع وبعد التدبر وبعد سؤال الله الهداية بحق من القلب والإنابة إلى الله حتى ينير الله قلوبنا ويرزقنا البصيرة ويرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. فدي كانت المسائل اللي تتعلق بشبهات الاسم. يا رب نكون قدرنا نوضح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بياناته شافية كافية، قدمت البراهين والأدلة من محكم الذكر العظيم، وأقنعت كل ذي لب وعقل حكيم يتدبر قول الله فيجده يعلو ولا يعلى عليه. إلى الملتقى بإذن النعيم الأعظم.